قبل ما نبدأ أخبارنا وفقراتنا لصباح الخير يا مصر النهاردة، خلونا نروح لدينا ونتعرف منها على آخر أخبار المرور والطقس أيضا في محافظات مصر المختلفة. يا دينا صباح الخير عليك. صباح الخير يا شاذلي، صباح الخير جمعنا، صباح سعادة واتفاق على كل المصريين في كل مكان. إيه البرد ده؟ مره واحده. لا فعلا احنا بنشهد من امبارح يعني عدم استقرار في الاحوال الجويه، واعتقد انها مستمره معانا النهارده. اكيد هنطمن عن حاله الطقس، لكن في البدايه خلوني استعرض مع حضراتكم جوله مريه وهنبص على شوارع القاهره والمحافظات، وخصوصا ان الناس بدات تنزل دلوقتي. هنبدا جولتنا المروريه من محافظه القاهره ومن ميدان عبد المنعم رياض اللي بيشهد كثافات نسبيه في شوارع متفرقه. في شوارع تانية هنلاقي فيها سيولة مرورية، وعلى طريق الكورنيش هنلاقي فيه كثافة من مرورية من المظلات في اتجاه منطقة وسط البلد. كمان الكورنيش المتجه للمؤسسة في بعض الكثافات المرورية. طيب لو رحنا لكوبري أكتوبر هنلاقي هناك في كثافات مرورية مستمرة لحد العباسية. هنفضل ماشيين لحد غمرة في اتجاه العباسية، هنلاقي برضو في سيولة مرورية. في كثافات أخرى في الاتجاه العكسي الثاني من كوبري أكتوبر، ونفس الكلام المتجه من ميدان التحرير لمدينة نصر وبمحور النصر وصولا إلى المنصة. ظهرت كثافات متحركة بشارع عباس العقاد والطيران وصولا إلى الدائري. نروح معاكم لمحافظة الجيزة، وهنبدأ من الطريق الدائري وتحديدا قبل نزلة ومطلع محور 26 يوليو. في كثافات نتيجة التحويلات المرورية ده بسبب تركيب القمر الحديدي الخاص بمحور البراجيل الجديد ده، والقيام بأعمال إنشائية تابعة لمشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري ورفع القمر الخرسانية بمنطقة البراجيل. وعملية التحويل المروري دي بتسبب بعض الكثافات اللي هتنتهي مع انتهاء الأعمال. ظهرت كمان بعض الكثافات أعلى دائري المريوطية المتجه من الصحراوي حتى مناطق الجيزة وبطريق الفيوم الصحراوي حتى حدائق الأهرام وصولا إلى ميدان الرماية. تكونت كثافات مرورية بمحور 26 يوليو القادم من ميدان لبنان اتجاه مدينة 6 أكتوبر، اللي بيشهد كمان شارع بيصل شارع فيصل كثافات مرورية مرتفعة وتوقف حركة السيارات في اتجاه المريوطية. لو رحنا لشارع ترسا اللي بيشهد بعض الكثافات المرورية نتيجة غلق شارع الهرم في الاتجاهين، وكمان بتظهر كثافات تانية متحركة في شارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمناطق بولاء ومبابة. أما محور صفط ففي كثافات مرورية بتزيد في الاتجاه إلى جامعة القاهرة. ولو رحنا شارع فيصل فبيشهد كثافات مرورية في الوقت الحالي بدءا من محطة المريوطية والحد الطلبية. بيشهد الطريق الدائري كثافات متحركة بنزلة شارع البحر الأعظم وصولا إلى منطقة الدقي حتى ميدان الجلاء. نروح معاكم لمحافظة القليوبية، ولو انت جاي من محافظات الدلتا زي المنوفية وماشي على الطريق الإقليمي بيفضل ان انت تكمل في طريق شبرا بنها الحر علشان ما فيش عليه اي كثافات، ومنه للطريق الدائري ومحور الفريق العصار. اللي جاي من الزراعي بتظهر كثافات مرورية في طريق اسكندرية الزراعي قبل الطريق الدائري، لكن أصبحت أقل من المعتاد. بيشهد الاتجاه الثاني كثافات متقطعة وسط متابعة بصفة دورية لحركة السيارات لسحب أي كثافات مرورية بتظهر بالطريق لمنع ظهور زحام مروري للمركبات. كمان انتظمت أيضا حركة السيارات في طريق الزراعي أمام القادم من مدينة بنها وفي طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات. نكمل جولتنا ونروح محافظة بورسعيد، هنلاقي فيه سيولة مرورية في أغلب الشوارع ما عدا بعض الكثافات المعتادة في ساعات الذروة الصباحية زي شارع جمال عبد الناصر اللي بيشهد كثافات نسبية قليلة بتبدأ تقل لحد ما نوصل لشارع 23 يوليو. هنروح على طريق طرح البحر اللي بيشهد هو كمان سيولة مرورية، ومن طرح البحر هنروح شارع الجمهورية اللي فيه كثافات مرورية مكملة لحد آخر الشارع. ومن جولتنا في شوارع مصر ومحافظات مصر المختلفة خلونا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة الطقس هيكون لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد. في فرص لسقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، قد تكون غزيرة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، وقد تصل إلى حد السيول على شمال ووسط سيناء ده على فترات متقطعة. كمان في أمطار خفيفة
قد تكون متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة، بتمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى برضو على فترات متقطعة. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 24، وأعلى درجة حرارة في شلاتين 29، وأقل درجة حرارة في كاترين 18 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد شوية، لكن خلوني أرجع مرة تانية لشاذلي وجمانة علشان نبدأ معكم فقرات صباحية مصر. شكرا جزيلا.